دابا الا قلت لوحديد هي قلت شكون على مصوت، وهذا خرق سريه التصويت. احنا اللي تهمنا بغض النظر على مصوت ولا كذا، واضح ان الاتجاه العام ديال المؤتمر، الاتجاه العام ديال الحزب ماشي فقط المؤتمر، في تقديري انا، وانا هذا قراءتي انا، ان استمرار ديال الاستاذ ادريس الشقر الكاتب الاول مفيد جدا للحزب، وبذلك الحزب سيكون ايضا مفيدا للمغرب، لان في البنيه السياسيه في المشهد السياسي الحزبي نحتاج الى حزب مثل الاتحاد الاشتراكي بعراقته باصالته في الحياه السياسيه بتمثيليته لفئات واسعه من الشعب المغربي بحضوره في الذاكره الوطنيه والنضاليه المغربيه، ولكن ايضا بما يمكن ان يقدمه في مستقبل العمل السياسي المغربي. هذا العمل السياسي الذي يقوده يطبعه يوجهه هذا المشروع الحداثي الاصلاحي الكبير الذي يقوده جلاله الملك. والاتحاد الاشتراكي له موقع في هذا المشروع، موقع فكري، موقع سياسي، تراث من 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 الاجتهاد ومن العمل ومن الابداع في اتجاه الاصلاح والحداثه في المغرب. وفي هذه العقدين الاخيرين اتيحت هذه الفرصه لكي ينهض هذا المشروع الحداثي الاصلاحي الكبير، والاتحاد الاشتراكي مؤهل بان يكون احد الفاعلين فيه الاساسيين على المستوى الاجتماعي. اليوم الاتحاد الاشتراكي يتموقع في المعارضه باعتباره الفريق الاقوى في المعارضه في البرلمان، عليه ايضا ان يترجم هذا الموقع في البرلمان في مجلس النواب باساس في المجتمع، ان يكون قوه ليس فقط المعارضه بل الاقتراح في المجتمع لاسناد هذه الافكار الكبرى والتي هو مؤهل لها، لانه لديه المرجعيه الضروريه سواء الفكريه او النضاليه او الحماس الوطني الذي يسكن مناضلاته ومناضليه. اتصور ان المؤتمرين والمؤتمرات راوا ما انجزته القياده السابقة الآن قدمت استقالتها، قيادة السابقة بقيادة الأخ إدريس الشقر، مفروض أن تعطى للأخ إدريس الشقر أساسا ككاتب أول هذه الاستمرارية. احنا أمام الولاية الثالثة، شنو ممكن تضيف الولاية الثالثة بعد ولايتين 10 سنوات، احنا ندخل في 15 سنة، يعني ألم ترى بأن إدريس الشقر ربما استنفذ كل مقومات القيادة لهذا الحزب؟ لا يمكن أن نقول استنفذ، لأنه أولا إدريس الشقر لا يقود الحزب وحده، هذه مش شركة ولا مش مؤسسة، مش فيها واحد هو باترون ديالها، بل هو كاتب أول ضمن فريق كامل من القيادة الحزبية. هذا المجلس الوطني مثلا هو جزء كبير من القيادة، المكتب السياسي جزء كبير من القيادة، إذا هو منسق ومدير لهذا الفريق الكبير. ستضيف في تقديري الكبير، لأنه خطاب أمس الشقر والالتزامات العشرة المهمة مهمة جدا، هذه إذا استطعنا أن ننفذ منها، أن تنفذ القيادة القادمة وفي مقدمتها الأخ إدريس الشقر خمسة منها، فشي حاجة مهمة جدا. تكلم البارح في الكلمة ديال الأستاذ طلع سعود على مسألة ديال التأنيث والتشبيب، كيف ممكن تصوره ولا التنزيل ديال هذا الأمر ديال التأنيث والتشبيب داخل هذه القيادة الجديدة من المكتب السياسي إلى المجلس الوطني؟ هو التأنيث والتشبيب كاين في الحزب هذه واحد على الأقل واحد عقد ونص ولا شيء، وهي في اتجاهها ومهم جدا، لانه هو يعني العمل الحزبي الديمقراطي الحداثي من صاحب المرجعيه الاشتراكيه لابد ان يكون منفتحا على النساء وعلى الشباب. واليوم انا فخور بكوني وسعيد بالاصح بكوني ارى ان عدد من الشبان وعدد من الناس الاخرين ما كانوش تنعرفهم انا في جيلي، معناه انه جديد وتشبيب وتأنيث وحضور، ولأن الشباب هم أصحاب المستقبل، الشباب بصفة عامة نساء ورجال، والنساء دورهم ما غاديش نشرحوه، النساء بصفة عامة في الأسرة في المجتمع في الفعاليات، ماشي فقط كنساء، كمواطنات بالعطاء ديالهم، وأثبتنا الآن في المجتمع من غير الحزب، يعني في المجتمع المغربي الآن صار عندنا نساء في كل محل في كل موقع قياديات في جميع المجالات سواء حكومية أو برومانية أو شركات أو مجتمع أو جمعيات، أو هذا الشيء مهم. فأتصور لا، ما تحقق في ما حققته القيادة السابقة من هذا
الموقع الان كما قلت في المعارضه الاساسيه ب ب ب مش فقط في مجلس النواب، حتى في المجالس الجماعيه المختلفه. هذا معناه انه يعني المناضلات والمناضلين والاخوه والاخوات سيقولون ان تستمر هذه القياده، لانها اثمرت نتائج هي ليست النتائج المثلى التي نحلم بها، وامامنا شوط طويل لكي نحقق ما نحلم به، ولن نحقق كل احلامنا. اذا امور نسبيه فيها تقدم مهم حققته القياده، عليها ان تواصل على هذه السكه، سكه التقدم في النتائج، مش فقط في المجالس لا التشريعيه ولا الجماعيه، بل في المجتمع. الحزب مطلوب منه ان يغير طرائق عمله وبنيته التنظيميه. اليوم سنشتغل اكثر، اتصور ان المؤتمر سيقل يشتغل اكثر على مستوى الجهات، ما عادش فيه مركز في المغرب حتى جغرافيا، صارت اكاديريه وسط المغرب جغرافيا، فناهيك عن اقتصاديا واجتماعيا، صارت كل جهه لها مركزها، وهذا مهم جدا. معناه انه البنيات الجهويه للحزب ستضطلع بمهام من اكبر مما كانت عليه، ستنقص المركزيه كثيرا لصالح العمل الجهوي والاقليمي الذي هو عمل القرب والاتصال بالناس. هناك يعني فقط النموذج التنموي الجديد يتيح امكانيات عمل كبرى، ولن نعتمد على انجازه فقط على الاداره، على الحكومه، على المؤسسات الاقتصاديه، بل على المؤسسات الاجتماعيه وضمنهم الاحزاب، وضمن الاحزاب وفي مقدمتها الاتحاد الاشتراكي. ملي كنتكلموا على الاحزاب، واحد السؤال كيتطرح الدين استاذ سعود، هو اي دور للحزب الان في هذا النسق الحزبي المتآكل، العزوف السياسي، يعني شنو الافق ديال الحزب ديال هذا النسق الحزبي المتآكل اللي ما عندوش؟ شوف خصنا نلاحظوا بانه بنيه العمل الحزبي اليوم تشتغل في ظل اجواء اخرى. اليوم محمول ما كانش هذه واحد 30 سنه عند كل الناس، اليوم يمكن 90% المغاربه عندهم محمول بما فيهم الاطفال ديال 6 سنين ديال او محمولين او ثلاثه. معناه ان مصدر الخبر، مصدر الراي، ما عادش فقط هو الحزب. كنا احنا في جيلنا حتى نحصل على اخبار، حتى نحصل على معطيات، على توجيهات، نضطر لكي نذهب الى مقر الحزب لنلتقي بالقيادي فلان او القيادي فلان ونجتمع لكي نطلع على ما يجري ويدور في المغرب او في العالم. اليوم لا، اليوم انت في بيتك وفي شي جبل ما عرفت فين في البلاصه، عندك اخبار شيشاوا واخبار نيويورك واخبار سيدني واخبار بنقرير واخبار جراده واخبار يعني بالتفاصيل، التفاصيل الدقيقه. بقاء الحزب هو الان عليه ان يكون موجها لهذا الشلال من المعلومات ومن الاراء التي يتلقاها المشاهد او المستمع او المواطن بصفه عامه كحاله المغرب. اذا العمل الحزبي مطلوب منه ان يتغير، ما فيش عزوف سياسي. السياسة مستمرة، لأن يعني السياسة متصلة بالحياة، وأي مواطن يعيش في البلد، بالعكس منسوب العمل السياسي ارتفع لدى المغاربة، صاروا أكثر تعبيرا على آرائهم، صاروا أكثر مشاركة في الحياة العامة، واعتراض، موافقة، هذا الفيسبوك، واخا أنا ما عنديش فيسبوك ولكن تيقولوا لي يضج بالآراء وبالاعتراضات وبالتأييدات وكذا. معناه الحزب عليه أن يستثمر هذا، أن يكون في هذه الموجة، أن يكيف عمله. الآن العمل بالتقنيات ممكن، مش بضروري نجتمعوا مثلا في مقر، هو المؤتمر هذا المؤتمر ينعقد وينعقد بشكل جيد، والجميع يعبر على رأيه، والجميع ينتخب بحرية وكذا، والجميع بوسائل تقنية متاحة الآن. هو واحد في أكادير، الآخر في وجدة، الآخر في مراكش، والأمور معناها. إذا خصنا نميزوا ما بين الأحزاب التي تتكيف مع هذا التطور الاجتماعي الثقافي العالمي وضمن المغرب، لأنه الآن احنا منخرطين ومنخرطين إيجابيا في التطورات العالمية. الحزب فقط يستثمر هذا وسيكون له موقع، بدليل أنه الآن حتى الانتخابات راه ما كانش فيها شي عزوف كبير. نعم بحال كاع الدول الديمقراطية ما بقيناش تنشوفوا المشاركة 90،
مشاركه ديال 90% المشاركه او 85 او 80، ما عادش في العالم كله عالمي، بمعنى العمل الحزبي خصو يدخل في هذا الجو ويوجه، لانه يعني اكبر مشكل هو انك تخلي المواطن عرضه لهذا، كما قلت شلال داك المعلومات اللي كيجي على راس كل دقيقه ماشي على راس كل ساعه. الحزب مناضلات ومناضلي الحزب في المواقع المختلفه وجودهم هو للتأطير وللتعبئه وللتحليل ولتوضيح المجريات الامور في اتجاه دائما كما قلت احنا اساسي عندي انا هو نشتغلوا بمنطق الوطن. يهمنا ان نكون احنا ما عندناش مهمه في وجودنا احنا بوحدنا، احنا وجودنا للوطن. الا ما كانش عندنا وجودنا للوطن بلاش، ما عندنا ما نديروا براسنا، احنا نمشيو كل واحد فينا يدير شي شركه ولا يدير شي حاجه ولا شي يجلس يشتغل في الفيسبوك. لا، احنا الحزب مهمته ان يكون في خدمه الوطن وفاعل في الوطن وفي هذه التعبئه الوطنيه التي نحتاجها، لان ما قلت عندنا مشروع ضخم وهام جدا، عناوينه كثيره، التغطيه الاجتماعيه، الحقوق الثقافيه الامازيغيه، مفهوم جديد للسلطه، يعني الاختيار الديمقراطي باعتباره اختيار استراتيجي كبير، النموذج التنموي الجديد، التعليم، عده اوراش تحقق فيها الكثير وينبغي ان يتحقق فيها الكثير ايضا، لانه وطبعا حتى في هذا المشروع هذا تم توابح، كما تفراميل، تم مطبات، سواء بالمنطق الاجتماعي، لانه مثلا مدونه الاسره ما مرتش بسهوله، كان فيها اعتراض اجتماعي، يعني جزء كبير من المجتمع ما بغاش هذاك مدونه الاسره. لولا تدخل الملك محمد السادس بمنطق الحداتي واشرافه وحدات ديك اللجنه اللي تراسها المرحوم محمد بوسته، ما كانش نوصلوا لهذه مدونه الاسره اللي هي في جميع الحالات تقدم مهم. ما هيش ذاك التقدم الطوباوي، ولكن مراعاة الأوضاع المغرب ومراعاة البنية الاجتماعية والوعي السائد فيه، فهي تقدم مهم وتستفيد منها الآن المرأة، مش فقط المجتمع، لأنه تستفيد منها الأسرة وبالتالي الأسرة المجتمع. إذا هذا النوع ديال الفرامل كلها تحتاج إلى تعبئة وإلى استنفار كبير من طرف القوى الحية الفاعلة لكي نمضي بهذا المشروع إلى أفقه البعيد.